طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. من صحيفة الأيام: رئيس مصلحة خفر السواحل يتعهد بتأمين وحماية ميناء الحديدة بعد التحرير. ومن المشاهد: قاض أمريكي يسمح لـ30 يمنيا بدخول الولايات المتحدة. ومن البي بي سي: تتحدث عن معركة السواحل، ميناء الحديدة في اليمن معركة الفصل. أهلا بكم. نازحو الحرب الذين تركوا منازلهم في مناطق مختلفة من البلاد هربا من ميليشيا الحوثي ونزحوا إلى محافظة الجوف، وهناك أقيمت لهم مخيمات فاجأتهم الأمطار. وقال عنوان موقع يمن مونيتور: الجوف أمطار غزيرة تتسبب بوفاة امرأة وطفلة وجرف مخيمات النازحين. وقال الموقع أن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة أطلق نداء استغاثة للمنظمات المحلية لتوفير المساعدات الإيوائية للنازحين جراء السيول التي جرفت مخيماتهم في محيط مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف. وأوضح المكتب أن وضع مئات الأسر النازحة مأساوي، حيث أصبحت بلا مأوى، واستمرار هطول الأمطار يضاعف من الحالة الإنسانية في جميع المخيمات الواقعة بمحيط مدينة الحزم. تعتزم إدارة أمن محافظة مأرب نقل النقاط الأمنية فيها إلى حزام أمني جديد أوسع خارج حدود المدينة بسبب التوسع التجاري والعمراني السريع في مأرب. ويعنون الموقع بوست: أمن مأرب يعتزم نقل النقاط الأمنية إلى خارج المدينة وتوسيعة الحزام الأمني. وقال مصدر أمني للموقع بوست إن نقاط التفتيش الأمنية داخل المدينة إحدى الأسباب الرئيسية للاختناقات المرورية والازدحام في ملف اللجنة الأمنية المشكلة في المحافظة. وأضاف المصدر أن عددا من النقاط الأمنية قد نقلت من أماكنها السابقة إلى الأماكن المحددة في الخطة الأمنية الجديدة لإقامة حزام أمني أوسع خارج المدينة. وكانت إدارة أمن مأرب قد أصدرت توجيهات قبل أسبوع بنقل كافة أسواق القات من وسط المدينة إلى خارجها، مما أدى إلى تراجع الاختناقات المرورية داخل المدينة وعلى مداخلها الشرقي والغربي. عدن بين الصلابة والهشاشة. تحت هذا العنوان كتب أحمد ناصر حميدان مقاله المنشور في يمن مونيتور، وقال الكاتب: السؤال اليوم: من يدير عدن؟ وهناك من يعلن ويتفاخر أنه مسيطر على مفاصلها ويدعي أنه لا علاقة له بأوجاعها والانفلات الواضح فيها، كان أمنياً أو مؤسسياً أو ثقافياً أو أخلاقياً، مراهنين على عطب الذاكرة الجمعية. والناس تدرك من يمنع أن تكون لعدن سلطة محلية مؤسسية بعيدة عن الصراعات السياسية المدمرة، تدير خدمات ومؤسسات عدن وتحافظ على ما تبقى من روح للدولة والنظام والقانون، وتضبط إيقاع الحياة وتحافظ على الروابط والعلاقات والثقافة وحدود الأخلاقيات، وتضبط الخارجين عن القانون وتفعل القضاء والنيابة لتوقف التفسخ العام الذي يهدد عدن اليوم. كثر المزايدون والضحية عدن أرضاً وإنساناً، لا تركوا للدولة أن تؤاخذ نفسها وتعمل بصورة طبيعية دون عراقيل، نطالبها ومن ثم نحاسبها، ولا استطاعوا أن يكونوا البديل الأفضل ويتحملوا المسؤولية بجدارة ويقدموا عدن مثالاً طيباً وواقعاً يعبر عن مشروعهم وشعاراتهم وخطابهم. يبدو أن المؤامرة لا تستهدف عدن فقط، بل مشروع الثورة الجنوبية التي كانت عدن منطلقها وكانت ملهمة للثورة اليمنية، ثورة أرادوها مناطقية وعقائدية وطعموها بعناصرهم، وها هم يقدمونها بصورة بشعة مفرغة من نبلها ومنطقها، جعلوها مشروعا صغيرا يخصهم ويحمي مصالحهم وتعصبهم ومغالاتهم ومنطقتهم وعقيدتهم وفسادهم، حتى انفرط الناس من حولهم لا رهان لمن سلم إرادته لأطماع تريد لعدن السبات والموت السريري لتضمن استبعادها من التنافس الاقتصادي والتجاري. إنه بيع واضح لعدن. كانت واحدة من أكثر المنظمات الطبية حضورا في تعز قد علقت نشاطها عقب اقتحام جماعة مسلحة مستشفى الثورة في المدينة ومحاولة اغتيال أحد المرضى وتفجير عبوة ناسفة في باحة المستشفى، لكنها وفقا
الموقع المصدر أونلاين عاودت النشاط وعنوان الموقع: أطباء بلا حدود تستأنف نشاطها بشكل جزئي في تعز. وقال الموقع أن منظمة أطباء بلا حدود أعلنت استئناف نشاطها بشكل جزئي في المستشفيات العامة بمدينة تعز بعد حوالي شهر من إيقافها، وأرجعت المنظمة الطبية عودة نشاطها جزئيا إلى ضمانات رسمية تلقتها المنظمة بتعزيز الحماية لمستشفيات تعز ومنع الاعتداءات على الكوادر الطبية من قبل الجماعات المسلحة. وقالت إنهم لا يستطيعون استئناف تقديم كافة الخدمات من بينها دفع الحوافز المالية إذا لم تحترم المرافق الصحية وأمان الكادر الطبي. وتقدم المنظمة خدماتها الطبية والأدوية والحوافز المالية لمستشفيات الثورة والجمهوري والسويدي للأطفال منذ بداية الحرب. أكد اللواء خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية استعداد المصلحة لاستلام مهام تأمين وحماية ميناء الحديدة والجزر التابعة لها فور تحريرها، بالإضافة إلى ميناء الصليف وصولا إلى ميدي وبقية الجزر والموانئ في البلاد. وقالت صحيفة الأيام إن رئيس المصلحة شدد على ضرورة رفع مستوى الأداء وتحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد تحت قيادة وزير الداخلية أحمد الميسري. أوهام القوة، تحت هذا العنوان كتب وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان مقاله الذي وجهه إلى الأوهام أو إلى الواهم بأنه الأقوى وأنه قادر على حكم البلاد بقوته وتمرده. وأضاف الرويشان: انتفاخ اللحظة الواهمة لا تعني القوة. القوة ليست أن تقاتل شعبك، بل القوة أن تنصاع للقانون وتحتكم للشعب للعالم. هذه هي الخلاصة ببساطة. أين أنت اليوم من الشعب؟ أين أنت من العالم؟ أنت لا تحكم في الواقع، أصبحت مجرد جاب للأموال بالباطل والباطل. القوة ليست في جباية الضرائب وظلم الناس وقهرهم وسجنهم، ليست أن تحكم بالقوة حتى لو كانت النتيجة تقسيم البلد بعد تدميره، بل القوة الحقيقية أن تدع ما ليس لك، لأنك ستعيده عاجلاً أم آجلاً، شئت أم أبيت، وستدفع ثمن حماقتك غالياً. فترفق بنفسك وبمن بقى معك، وخذها من قاصرها، وما ستوافق عليه غداً وافق عليه اليوم. أوهام القوة لن تحكم حتى شارعاً، فما بالك أن تحكم بلداً. غاندي البسيط العاري أسس الهند بقوة الحق والقانون، وهتلر القوي الواهم الأحمق أحرق ألمانيا والعالم، وقرر في آخر لحظة أن يحرق نفسه أيضا، مجرد حفرة وجالون بنزين. تذكر، اليمن حفرة هائلة ولا تحتاج لبنزين. موقع المشاهد نت يورد أحد الأخبار المرتبطة بعدد من اليمنيين طالب الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والذين كانت الخارجية الأمريكية وعدتهم بمنحهم تأشيرات دخول ثم تراجعت بعد قرار ترامب. وعنوان الموقع: قاض فيدرالي ينهي مشكلة 30 يمني للحصول على فيز هجرة إلى أمريكا. وقال الموقع: أمر قاض فيدرالي في بروكلين بنيويورك إدارة الهجرة والسفارات الأمريكية بطبع فيز هجرة لحوالي 30 يمنياً أو يمني كانت الخارجية الأمريكية قد وعدتهم بطباعتها ثم تراجعت عن ذلك بعد قرار ترامب بحظر سفر مواطني 5 دول من بينها اليمن. وقال القاضي بريان كوجان وفقا لصحيفة ديلي نيوز الأمريكية أن الحكومة الأمريكية يجب أن تلتزم بتعهداتها وتحترم وتفي بوعودها التي كانت قد وعدت بها هؤلاء الناس. والجدير بالذكر أن السلطات الأمريكية كانت قد أخذت جوازات 30 يمنيا من طالبي الهجرة لطباعة الفيزا ورفضتها بعد بدء تطبيق قرار الحظر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما وردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة. ابقوا معنا. أنا أقول أن المرتزقة والعملاء من فئة الإعلاميين أكثر خطراً على هذا البلد من الخونة والمرتزقة الأميين المقاتلين.
أهلا بكم من جديد. ذكرت مصادر في التحالف العربي أن عملية اقتحام مدينة الحديدة باتت وشيكة، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتم السيطرة عليها بطريقة سريعة، حيث تم الاستعداد للهجوم عليها من أكثر من محور وبغطاء جوي وبحري مكثف، وذلك وفقا لشبكة البي بي سي والتي عنونت ميناء الحديدة في اليمن معركة الفصل. وقالت الشبكة إن الحوثيين المدعومين من إيران يستعدون للمواجهة بكل ما لديهم من أسلحة ثقيلة وصواريخ، مع نصب عشرات الحواجز الأمنية وتحفيز حالة الاستنفار للدفاع عن المدينة وميناءها الذي يعد ثاني أكبر الموانئ على البحر الأحمر بعد ميناء جدة السعودي. وتتابع البي بي سي، يعد الميناء البوابة الرئيسية لتدفق الشحنات الغذائية والمساعدات من الدول العربية والأوروبية إلى المدينة، بالإضافة إلى أنه المركز التجاري الرئيسي في اليمن والذي يسيطر على أكثر من 70% من واردات الدولة، وكان الميناء قبل الحرب يستقبل 90% منها. من جولتنا في الصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة ويست فرانس حول معركة استعادة الحديدة من أيدي المتمردين، وتعنون الصحيفة أكثر من 100 قتيل في معركة ميناء الحديدة. وقالت الصحيفة أسبوع دام في اليمن حيث قتل الهجوم الموحد للحكومة لاستعادة ميناء الحديدة في اليمن نحو 110 أشخاص منذ يوم الاثنين. وتتابع الصحيفة في ترجمة خاصة لقناة بلقيس، تقدمت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية منذ بضعة أيام، وأصبحوا على بعد 20 كيلومتر من الحديدة، حيث يسعون لدحر المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. ويدعم هذا الهجوم طيران التحالف، ويقوم مركز القيادة بالتقدم على الأرض مدعوما من قبل قوات الإمارات العربية المتحدة وأعضاء التحالف. سوف يريد الجميع في الشرق الأوسط قنبلة نووية قريبا جدا. تحت هذا العنوان كتب مؤلف كتاب الاستخفاف مستقبلنا النووي غير السلمي كثيرا هيرلي سوكوليسكي مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد مضيفا. قرار الرئيس دونالد ترامب الأخير بسحب الولايات المتحدة من الصفقة النووية الإيرانية وعرضه مساعدة المملكة العربية السعودية على بناء مفاعلات نووية يثير السؤال عن مدى الجموح الذي سيميز شرقا أوسطا مسلحا نوويا. وقد أصبحت مخاطر انطلاق سباق تسلح إقليمي حقيقة في الفترة الأخيرة، وإذا استأنفت إيران برنامجها للأسلحة النووية فسوف يسعى السعوديون بالتأكيد إلى الحصول على سلاحهم النووي الخاص، ويحتمل كثيرا أن تتبعهم الجزائر ومصر أيضا. لحسن الحظ ليس حدوث الأسوأ حتميا حتى الآن، يمكن أن تحصل إيران على قنبلة في غضون عام، ونحن نعلم مسبقا أنها عملت على تصميم قنبلة بقدرة 10 كيلوطن. أما بالنسبة لتخصيب اليورانيوم بدرجة صناعة الأسلحة فإن بإمكان طهران على الأرجح تجديد أسطولها الموجود فعلا من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج ما يكفي لصنع قنبلاتها الأولى في غضون 8 إلى 10 أشهر. ثم هناك الخيار الذي لا يتحدث عنه أحد، استخلاص البلوتونيوم من الوقود المتولد من مفاعل إيران للطاقة في بوشهر. وبافتراض أن إيران تفتقر حاليا إلى مصنع صغير للفصل الكيميائي والذي يمكن إخفاؤه داخل مستودع متوسط الحجم، فإن طهران يمكن أن تبني واحدا من الصفر في غضون 6 أشهر، ويمكن لمثل هذا المصنع أن يعالج ما يكفي من البلوتونيوم لقنبلة واحدة في غضون أسبوع تقريبا، ثم ما يكفي لقنبلة كل يوم بعد ذلك. سياسيا تتابع صحيفة العرب الجديد الشأن اليمني وتعنون زيارة غريفت العاجلة إلى صنعاء، 3 سيناريوهات لمعركة الحديدة والمفاوضات. وقال تقرير الصحيفة إنه مع تحرك الجهود الدولية الرامية لاستئناف مفاوضات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة من خلال الجولة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن، تبرز سيناريوهات عدة لمعركة الحديدة الاستراتيجية، حيث الميناء الذي يستقبل أغلب الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية إلى البلاد في ظل توقعات ومعلومات متباينة حول التطورات الممكنة في الحديدة وتأثير تحولات الأسابيع الماضية على خطة السلام التي سيعرضها المبعوث الدولي على مجلس الأمن منتصف يونيو الجاري. وأفادت مصادر قريبة من الحكومة اليمنية للعرب الجديد بأن زيارة غريفت تتمحور حول
ملفين أساسيين. الأول هو مناقشة أفكار خطة السلام التي يعدها، والآخر هو ما يتعلق بالتصعيد في الحديدة في ظل الجهود الدولية الرامية لاحتوائه تخوفا من تأثيره على مسار السلام. مجموعة من أهم الصور التي التقطتها عدسات الصحافة في الأسبوع الممتد من 26 مايو إلى 1 يونيو ونشرتها شبكة البي بي سي، نستعرضها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.